تطهر بتراب الحاضر واسقيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها. أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. للإصلاح مدارس كثيرة، فيها كثير من التجارب، ويلزمنا دراسات وتحليلات لواقع هذه التجارب وترصد النجاحات والإخفاقات. فالواقع الذي تعيشه الأمم ليس شكلا واحدا، كما أن الفساد ليس شيئا واحدا، والمدارس الإصلاحية متنوعة في تقديرها للواقع. فما الإشكالات في قراءة الواقع عند الاتجاهات الإصلاحية المعاصرة؟ وما أهمية دراسة هذه التجارب الإصلاحية؟ وهل التجارب الإصلاحية الناجحة في مكان ما صالحة لكل زمان ومكان؟ كيف نقرأ واقعنا قراءة صحيحة لنحدد احتياجاتنا بدقة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ولمناقشة موضوع قراءة الواقع عند الحركات الإصلاحية، يسرنا أن نستضيف الدكتور سعد الكبيسي، الباحث في الفكر الإسلامي وصاحب كتاب فاعلية الإصلاح عند الاتجاهات الإسلامية المعاصرة والحديثة. مرحبا بكم دكتور سعد. الله. حياكم الله. أنا أخطأت بالعنوان صح؟ الحديثة والمعاصرة. حياكم الله دكتور. دكتور، بالنسبة لقراءة الواقع، يعني عندنا أحيانا اختلافات بقراءة الواقع. يعني تجلس مع بعض القيادات أو تستمع أو تقرأ لهم يفسرون الواقع على أنه واقع مؤامراتي ويستهدفهم. البعض يعني يصورونه بطريقة أقرب للواقع الوردي الذي كله يؤيدهم وكذا. فيوجد اختلافات لدرجة التباين والاضطراب. فما هو الواقع وكيف نقرأ الواقع؟ هل هناك فعلا خلل بقراءة الواقع حسب دراساتكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني القراءة لواقع الإصلاح دكتور حذيفة، ما لم يتوافر معيار الدقة فلن تكون هذه القراءة فاعلة، بل على العكس، يعني من الممكن أن تؤدي عملية الإصلاح إلى نتائج معاكسة تماما، إلى نتائج كارثية لعدم قراءة هذا الواقع الإصلاحي. الواقع كما نعرف يختلف زمانا ومكانا. هذا يعني مثل تشخيص الطبيب، يشخص مرض غير فيعطيه، تعطيه دواء. يعني هو الإصلاح إيش؟ دواء تعطيه للمريض، فقد يموت المريض وأنت تظن أنك تحسن صنعه. فما لم تتوافر هذه الدقة في قراءة واقع الإصلاح، الإصلاح لن يكون فاعلا وسينقص بقدر نقصان هذه الدقة. وحقيقة قضية فهم الواقع الآن أصبحت مهمة يسيرة وعسيرة بنفس الوقت. يسيرة لأن أدوات فهم الواقع الآن يعني أصبحت أدوات ميسرة. يعني لدينا مثلا الشورى الآن من السهولة مع وسائل التواصل أن تعملها مع المتخصصين. لدينا الإعلام، وإن كان فيه الكثير من الكذب لكن هو يعين. لدينا الدراسات والأبحاث والإحصاءات إلى آخره. هذه كلها تعيننا يعني في فهم الواقع. ومهمة صعبة في الوقت نفسه أن واقعنا الآن، واقع البشرية، أصبح واقعا معقدا يعني كما لم يكن يعني في السابق. فالآن لا توجد يعني مصالح خالصة إلا وهي متداخلة، مثلا دولة مصالحها متداخلة مع مصالح أخرى، النظام السياسي، النظام المالي الاقتصادي، المنظومات التعليمية، أنظمة الجودة، المعايير الدولية إلى آخره، أصبحت متداخلة. فأصبح الواقع يعني معقدا ما لم يقرأ بدقة بالغة ومتناهية، والخطأ فيه حقيقة ينبغي يعني أن لا يغتفر في الأصول. من الممكن أن يغتفر في فروع هذا الواقع، يعني ممكن أخطأ في تقدير جزئية، أما أن يكون الخطأ في قراءة أصول هذا الواقع وكليات هذا الواقع، فهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني دكتور، المشكلة أن الجميع، يعني مثال دكتور يحضرني في الذين مثلا يعني كثير من الدعاة وكثير من المتدينين الذين خرجوا مثلا إلى دول غير مسلمة، فاستصحبوا معهم
الأفكار والاتجاهات التي كانت موجودة في واقعهم وظنوا أنها من الممكن أن تنفع في هذا الواقع الجديد. حتى أن نفس المعركة التي نشهدها يعني في دولنا المسلمة كنا نشهدها في قرية يعني في قرية في عاصمة أوروبية في عاصمة أوروبية أو في قرية من قرى أوروبا إلى آخره. السبب في ذلك هو عدم القراءة هذا الواقع بدقة. عندنا مشكلة دكتور، كل من يقدم أطروحة إصلاحية أكيد بنى أطروحته بناء على تشخيص للواقع، والجميع يستشهد بدراسات وأرقام وربما إحصاءات وآراء، ويستشهد بقول فلان من المستشرقين وفلان من السياسيين وفلان من المنظرين الغربيين حتى. فكيف نرجح هذا عن هذا؟ هنا حقيقة يعني يبرز مؤشر دقة المعلومات. يعني لابد لكل اتجاه إصلاحي أراد أن يبني قرار أو اتجاه أو أدبيات في قراءة هذا الواقع أن أول خطوة يعني يفترض أن تكون عنده دقة المعلومة، دقة المعلومة التي يعني تصلنا. يعني نحن الآن نجد في مواقع التواصل تكاد تكون نصف المنشورات أو ثلاثة أرباعها أحيانا هي لا أصل لها، يعني أنت لا إشاعات. تعرف إشاعات، يحشر اسم أو يحشر وهكذا. لابد أن تكون هناك في هذا الاتجاه الإصلاحي قيادة قادرة على قراءة هذه المعلومات وتمييز الصحيح من السقيم منها، حتى لا جوبنا على وهن أو جوبنا على معلومة خاطئة. ليس كل النظريات صحيحة، ليس كل النظريات حقائق، ليس كل المعلومات، قد تكون المعلومات أصلا هي مقصود تسريبها يعني بطريقة مخطوئة حتى أن تبني توجهك عليها. أنا دائما يعني في بعض المحاضرات أسأل الحضور، أقول لهم البلد الذي نحن فيه الآن كم تتوقعون عدد الذين يصومون ويصلون؟ أعطوني نسبة. فهذا يقول 20%، هذا يقول 50%، هذا يقول 70%. وطبعا من ضمن الحضور هناك يعني قامات وناس مثقفون. فقل لهم أنتم بمجرد أن بادرتم بالجواب هذا بحد ذاته خطأ. لماذا؟ لأن هذه القضايا لا ينفع فيها التخمينات. صحيح. أنت عندك يعني هو انطباع لا ينفع فيها على أي أساس بنيت. صحيح. يعني أنت في منطقة فيها السفور كثير أو المفطرين كثير تقول هذا البلد كله، فمجرد أن تبادرت في الجواب هو هذا خطأ. صحيح. لأن هذه الأشياء تبنى على الإحصاء. هذا السؤال فخ دكتور. السؤال فخ يعني كان. فبالتالي حقيقة لابد من دقة المعلومات وأن تكون المعلومات حارة وساخنة. لا تبنى على يعني لا تبني الحاضر على معلومات يعني ماضية صادقة. والآن تتجدد المعلومات تتجدد المعلومات يوميا، يعني ليس بل ربما بالساعات في بعض التخصصات. دكتور، الجماعات أو الاتجاهات الإصلاحية التي أشرتم إليها في الحلقة الماضية يعني عندهم مراكز دراسات وأبحاث، لكن مشكلة هذه المراكز مهمتها ترويج الأيديولوجيا والأفكار نفسها، إعادة تدويرها وإنتاجها، وليست رصد الواقع ويعني كما يقال فيدباك أو أثر راجع يقدمونها للقيادة لبناء استراتيجيات جديدة. بالعكس، من 100 سنة نفس الاستراتيجيات ما زلنا مستمرين فيها. هنا تبرز دكتور حذيفة دور الإدارة والقيادة، يعني سواء كان لمؤسسة دينية شرعية، لحزب سياسي، لحركة إسلامية، لمؤسسة تعليمية أو تربوية إلى آخره. هنا تبرز كفاءتها وفاعليتها في تحليل المعلومات التي ترد إليها. فهي عندما يكون عندها أدبيات من الماضي يعني وهي تريد أن تقرأ الواقع ولديها معلومات، لابد أن يكون لديها قدرة على التحليل. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عندما قال ربما حامل فقه إلى من هو أفقه يعني منهم. فبالتالي أحيانا الحامل الفقه حامل المعلومة ليست لديه القدرة على تحليلها. صحيح. فلا بد أن يكون لديه. أما إذا كانت الإدارة والقيادة لأي اتجاه إصلاحي مثلا مغرم مثلا بنظرية المؤامرة يعني فهذا مشكلة، لأنه معنى ذلك أنه حتى لو المعلومات صحيحة لكن نمطه في التحليل نمط تآمري، نمط يظن أنه كل شيء مؤامرة، في حين إحنا لدينا أحداث
تبدأ بمؤامرة صحيح وتنتهي بدون مؤامرة، وتبدأ بدون مؤامرة ثم تنتهي بمؤامرة، يتم توظيفها. يعني لابد أنك تدرك، يعني تدرك كل هذه التفاصيل. أحيانا حدث يبدأ بدون مؤامرة ثم تدخله مؤامرة ثم ينتهي بدون مؤامرة، وهناك أحداث تلقائية لا توجد فيها مؤامرة أصلا، فكيف تفرز يعني هذه الأشياء؟ فلا بد أن تكون هناك قدرة يعني على 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 التحليل من الطرائف. أنا يعني لما كنا يعني في العراق ذات مرة، فإحدى المؤسسات الخيرية عملت متنزهات، يعني متنزهات، فأحد المتدينين يعني فقال لي هذا المتنزه لأجل إفساد الشباب والشابات، ويا أخي هذا كان موقع أزبال وجاءوا عملوا منه متنزه، من أين لك أنهم والجماعة طيبين؟ يعني من أين لك هذا؟ فإذا القدرة ودقة التحليل هي التي تجعل المعلومة يعني صحيحة. جميل جميل دكتور. أحيانا جمع المعلومات أو فهم الواقع يكون فهم رغائبي، يعني نحن نرغب أن يكون هكذا الواقع فنضفي رغباتنا حتى بانتقاء المعلومات وانتقاء القصص والشواهد والدراسات. نعم. كيف نتجاوز هذا؟ والله يا دكتور يعني في النهاية أن تكون رغائبي، تكون رغائبي بس أنت الخسران. يعني أنت يعني بعد ما يكون عندك المعلومة الصحيحة والتحليل الصحيح يفترض يكون عندك توصيف للواقع صحيح. يعني أنت لا تصف الواقع كما نتمنى. خذ مثلا واقع الدولة الحديثة، يعني مثلا الدولة سابقا يعني لما نقرأ في الأدبيات القديمة هي ملخصة أو مختصرة في قصر الأمير وخيمة الوزير ويعني مكان قائد الجيش، يعني مختصرة. أما بقية الفعاليات يعني في الدولة غالبا ما تكون هي قطاع خاص، يعني الناس هي التي يعني تشغلها وما إلى ذلك، ودور الدولة محدود. أما واقع الدولة الحديثة فهي تدخل يعني إلى أدق التفاصيل، يعني حولتك إلى مجموعة ورق وإثباتات ورقية، فهي قادرة على التحكم فيه، قادرة على موضوع دكتور موضوع نعم. الدولة المعاصرة أو الدولة الحديثة موضوع مهم جدا. نعم. لكن اسمح لنا بفاصل ثم نكمل إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. ادرس أفكار المستقبل. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور سعد الكبيسي حول قراءة الواقع. دكتور، كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن الدولة الحديثة. المشكلة عند كثير من التيارات الإسلامية عدم الاعتراف بالدولة الحديثة، وعدم الاعتراف بسايكس بيكو، وعدم الاعتراف بالنظام العالمي كله. فيعني أنتم تنادون بفهم الواقع، طيب هم لا يعترفون بهذا الواقع أصلا. هو دكتور الحقيقة ليس المشكل في أنه تعترف به أو لا تعترف به، يعني هو ليس هذا المشكل الحقيقي. المشكل الحقيقي في الاعتراف بالتعامل معه، يعني بمعنى أنا لن أتدخل في أدبيات الإصلاح واتجاهات الإصلاح هي مؤمنة بسايكس بيكو ولا مش مؤمنة بسايكس بيكو، بقدر ما أريد أن أقول لها أنه لابد أن وأنت تتعاملين مع الواقع، مثلا كما ضربنا مثال واقع الدولة الحديثة، فأنت لابد أن تتعامل معها كما هي، يعني بقواعد اللعبة التي يعني تحكمها، بالمقومات، بالمحددات الموجودة فيها. فلا بد أن يكون عندك دقة للتوصيف هذا الواقع ولتوصيف هذه الدولة التي تتعامل معها. يعني أنت لا تملك اتجاه إصلاحي وتفترض واقع يعني من خيالك أو من توصيفاتك هو ما موجود على 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 الأرض، بغض النظر أنت قبلت ولا رفضت، لكن لما تريد أن تتعامل لابد أن تتعامل يعني أن تفهم الأمور كما هي عليه. جميل. نعم. دكتور، أحيانا نجد يعني فجوة كبيرة بين المناهج والبرامج الإصلاحية وبين الواقع. نعم. يعني البرامج الإصلاحية بشيء والواقع يسير في اتجاه مختلف. في الحقيقة دكتور هنا يعني يبرز يعني مؤشر دقة تحديد الحاجات، يعني بمعنى
أنه الاتجاه الإصلاحي لابد أن يحدد حاجات الواقع بطريقة دقيقة جدا. هل الحاجات هي روحية وإيمانية وتربوية؟ هل الحاجات هي اقتصادية في حقيقتها؟ هل الحاجات سياسية؟ هل يعني حاجات أمنية أخرى مثلا؟ لا بد من تحديد هذه الحاجات، وإلا سيكون اتجاه الإصلاحي يعني بعيد تماما عن هذا الواقع. فكلما حددت الحاجات المطلوبة لهذا الواقع، يعني حاجات واقع مكة ليس كحاجات واقع المدينة كما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنا الحاجات كانت مختلفة تماما، فلا بد من تحديد هذه الحاجات حتى يكون الإصلاح فاعل في حقيقة الأمر. الاتجاه الإصلاحي لابد أن يحدد الحاجات. على سبيل المثال، كثير الآن من دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي تعاني من مشكلات قومية، وقد رأينا بعض الاتجاهات الإصلاحية مثلا زاوجت ما بين الخطاب الإسلامي مع الخطاب القومي لوجود مشكلة قومية في هذا المكان. فلا يمكن على سبيل المثال لبلد لا يعاني مثلا من هذا الإشكال العرقي والقومي مثلا أن نقيسه ببلد يعاني من هذا الإشكال. طيب، هنا هذا الأمر يتعلق بقضية دقة الممارسة. لا، نحن الآن الممارسة لا نريد أن نحاكمها، بمعنى أنه لما هذا الاتجاه الإصلاحي زاوج ما بين الإسلامية وما بين الحاجات القومية، هل هذا صحيح ولا 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 خطأ؟ هذا بحث آخر، لكن هو أصل المزاوجة، أصل أن هذا القوم أو هذه المجموعة العرقية والقومية لها لغتها الخاصة ولها ثقافتها الخاصة ولها همومها الخاصة ولها مشكلتها الخاصة. هل الاتجاه الإصلاحي يأتي فلا يطرح طروحات يعالج هذه القضايا؟ لا بد أن يطرح طروحات بغض النظر ما هي الطروحات، لكن هي تعبر عن تحديد لحاجة واقعية. هل على الحركات الإصلاحية والحركات الإسلامية الإصلاحية أن تلبي كل احتياجات المجتمع؟ يعني أحيانا احتياجات تنموية، أحيانا اقتصادية، أحيانا اجتماعية، أحيانا دينية، أحيانا سياسية. يعني هم سيضعون كل هذا ويعالجون كل هذه المشاكل؟ الاتجاه الإصلاحي حين يكون دولة غير لما يكون جمعية بسيطة، يعني عندما يكون حزب سياسي غير لما يكون مؤسسة دعوية وتربوية، وغير لما يكون مؤسسة شرعية مثلا إفتائية على سبيل المثال. فحقيقة لكل اتجاه إصلاحي أولوياته الخاصة، فهنا لابد من تحديد أولويات الحاجات لهذا الواقع. يعني أنا كحزب سياسي يعني لا تكون أولوياتي مثلا التربية والدعوة، يعني الأولويات هي المشاركة يعني في السلطة وتحقيق مصالح الدولة والمشاركة يعني إلى آخره. فبالتالي لأن هذه هي الحاجات الواقعية المتعلقة به كأولويات. إذن لكل جماعة واقع خاص بها. الواقع الإصلاحي الذي يخاطبه التيار الإصلاحي مختلف. صحيح. كتخصص يعني. كتخصص، فالتيار الإصلاحي مختلف والواقع الإصلاحي مختلف. والبعض مثلا يفهم الشمولية، يعني يقول لك ما أنا أفهم الإسلام شمولية، هو الإسلام شامل ليس أنت. يعني هذه نقطة مهمة. نعم، الإسلام يعني شامل وليس أنت، لكن جميل. أنا يعني جزء من شمولية الإسلام، يعني أنا أستطيع أعمله. الجزء الآخر دكتور حذيفة هو اللي راح يعمله، وهكذا. فالأحزاب السياسية تشتغل على جزء، المؤسسات الدعوة التربوية تشتغل على جزء، المؤسسات العلمائية وهكذا، الشركات الاقتصادية تشتغل على جزء، الدولة تشتغل على جزء، المنظمات المجتمع المدني تشتغل على جزء، ولكل واحد من هذه أولوياته الخاصة. جميل. نعم. موضوع الشمولية دكتور فعلا يعني مسألة عويصة. نعم. يعني أحيانا حتى الداعية الواحد يريد أن يكون شاملا شمول الإسلام. نعم. فيريد أن يكون يعني حتى بأطروحاته. نعم.
يمارس دور القاضي، يمارس دور المفتي، الداعية، الإمام، المربي، الكذا، هل هذا متاح في عصرنا؟ حقيقة هذه يعني الإشكالية موجودة عند الاتجاهات الخمسة، يعني موجودة في فكرة الشمولية، موجودة في فكرة السلفية، موجودة في فكرة التربية والدعوة، وكذلك فكرة السياسة وفكرة النهضة، الاتجاهات الخمسة. أنه لما يقرأ منظومة أفكار النهضة يريد يعملها سوية، لما يدخل في السياسة يريد يعمل كل شيء، في التربية والدعوة يريد يعمل كل شيء. هذه عندما تكون الأدبيات ناقصة، عندما تكون الأدبيات غير مطورة، عندما التوازن، وهذا يقودنا إلى أن الأولويات ليست ذات وزن نوعي واحد. يعني نجد هناك أولويات، مثلا لدي ثلاث أولويات، أربع أولويات، رقم واحد له 50%، بينما رقم اثنين له 30% من هذه الأولويات الإصلاحية. فلا بد من تحقق مؤشر توازن هذه الأولويات، لأن الأولويات ليست كلها على يعني على وزن واحد. فبالتالي الأدبيات لما تكون فيها اختلال توازن، الأدبيات لما غير محددة أولوياتها، الأدبيات غير واضحة هي على إيش تشتغل، راح أنا أبدأ يعني إذا كنت لا تعرف ماذا تريد فكل الطرق تؤدي إلى روما. يعني فبالتالي هي القضية هكذا تكون. لذلك الاتجاهات والمؤسسات والتيارات تجد نفسها بعد حين أنها ضاعت ولا تعرف لماذا ضاعت، والتشويش على مستوى الأفكار والممارسة مجرد لخبطة أفكار، مجرد ممارسات أحيانا متناقضة، تقول له يا أخي أنت عملت كذا، كيف تعمل بعد سنة سنتين شيء مناقض، لأنه لا توجد خريطة خريطة واضحة بهذا الإطار. دكتور سعد، لو أردنا أن نلخص الخطوات، ما شاء الله أنت عندك يعني متخصص موضوع المؤشرات والمعايير، يعني لو أردنا أن نجعلها هكذا، تعامل مع الواقع، 1، 2، 3، 4، 5، ممكن أن نحددها أكثر للمشاهد؟ نعم، حقيقة يعني هذه الحلقة هي مخصصة لفاعلية قراءة الواقع الإصلاحي، أنه كيف قراءتنا للواقع تكون فاعلة. نعم. وقلنا لا بد أن تتحقق الدقة، يعني معيار الدقة، هذه القراءة إذا لم تكن دقيقة للواقع فإن الانعكاسات ستكون هناك مشكلة. إذن أول شيء دقة المعلومة، هذا هو المعيار. نحن نحتاج فيه 6 مؤشرات حتى تتحقق هذه الدقة. أولا دقة المعلومات، يعني كما ذكرنا في بداية الحلقة، ثم دقة التحليل لهذه المعلومات. جميل. وثم طبعا ليس بالضرورة أن من يأتي لك بالمعلومة هو يستطيع أن يحللها. ثم دقة التوصيف للواقع، يعني المعلومات عن الواقع، تحليل هذه المعلومات عن الواقع، ثم بعد ذلك توصيف هذا الواقع توصيف دقيق، بحيث لا أصفه كما أتمناه بل كما هو. ثم دقة تحديد حاجات هذا الواقع لكي أبني أدبيات الإصلاح وفق حاجات هذا الواقع، لأن حاجات واقع معين في زمان معين في مكان معين يختلف عن واقع آخر. ثم تحديد أولويات هذه الحاجات، أنا اتجاه إصلاحي لا أستطيع إلا أن ألبي غير 5 حاجات وطلعت عندي 100 حاجة، فأنا أخذ أول 5 الأولويات الحاجات اللي عندي، وقلنا هي يعني مختلفة، أو أولويات الحاجات مختلفة بحسب اتجاه الإصلاح وبحسب هذا الواقع. ثم هذه الأولويات ليست على وزن واحد، حتى هذه الأولويات ربما كل كم سنة تتغير أو نجددها. طبعاً يعني لابد أن يعني هذا التجدد دائما ينبغي أن يكون حاضرا. ثم تحديد توازن هذه الحاجات، لابد أن أقدر النسب، النسب النوعية لهذا الحاجات، الوزن النوعي لهذه الحاجات، لأن قد تكون الحاجة رقم واحد تعادل 10 حاجات أخرى. ها؟ يعني لا يكفي ترتيبها 1-2 كأولويات، لا 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 لا، إنما ربما الأول يستهلك منها 60% من جهدنا أو 70%، الوزن النوعي. طبعا هذه المعايير والمؤشرات دكتور، وأيضا هذه للمشاهدين، هي ليست موضوعة بطريقة علم الإدارة الحاد،
يعني في علم الإدارة لديهم طريقة خاصة بوضع المعايير والمؤشرات، لأنهم يتعاملون غالبا مع القضايا الإدارية الملموسة، لكن في عالم الأفكار يعني الأمر مختلف، فالمعايير والمؤشرات فيها يعني سعة وفيها تسامح أكبر. هذه يعني الدقة في هذه الأشياء الستة ينبغي أن تكون موجودة حتى تكون القراءة لواقع الإصلاح فاعلا، حتى لا تكون القضية عشوائية وانطباعية يعني من النظرة الأولى. جميل، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا دكتور سعد، يعني انتهينا بالموضوع مع الوقت تماما. أكرمكم الله. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.